أهلا من جديد. تسببت العاصفة الرملية التي طغت على أجواء المملكة العربية السعودية بدخول أعداد كبيرة ممن أصيبوا بنوبات الربو إلى المستشفيات للحصول على علاج. للتحدث طبعا عن كيفية تفادي مشكلة الربو أثناء التغيرات المناخية، ينضم إلينا من جدة الدكتور هاني موسى، اختصاصي أمراض صدرية والربو. دكتور هاني أهلا فيك في صباح العربية. إذن يعني أحيانا لابد من مواجهة بعض الموجات الغبارية اللي تأتي على المنطقة بين حين وحين، هل من الممكن بالواقع يعني تفادي مسألة الإصابة أو التعرض للإصابة بالربو بسبب الغبار؟ أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير للمشاهدين. الربو بصفة عامة، الأول تعريف بسيط عنه، هو مرض مزمن وشائع بيصيب الجهاز التنفسي خصوصا الشعب الهوائية، بيؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية وتورم للغشاء المخاطي المبطن لها، إلى جانب ضيق في الشعب الهوائية نتيجة شد عضلاتها وزيادة استجابتها للمؤثرات الخارجية. السبب بتاعه عادة مش معروف، ولكن هو مجموعة من العوامل المحفزة بتجتمع في مريض قد يكون مهيئ وراثيا لتطور الربو. أهم طبعا هذه العوامل التغيرات المناخية اللي هي يمكن احنا بنعيشها في هذه الأيام، خصوصا الجو المترب. أيوه. الجو المترب أو التغيرات المناخية في حد ذاتها بتحمل في طياتها التراب والغبار. البرودة بتاعت الجو من العوامل المحفزة لتطور الربو في حد ذاته أو نوبات الربو. بعض البراعم الفطريات والبكتيريا والفيروسات، خصوصا فيروسات الإنفلونزا، بتنشط في هذا الجو المترب. إلى جانب انتقال الملوثات البيئية من المناطق الصناعية إلى المناطق الأخرى أو المناطق الصحراوية في حد ذاتها بتثير الربو. ايوه. طب في بعض التغيرات الترابية دي في حد ذاتها بتبقى موجودة داخل المنزل في حد ذاتها، وبتأكتف أو بمعنى صح بتنشط بعض الكائنات الدقيقة الموجودة كمان في المنزل، بنسميها المايتس أو سوسة الغبار أو عس الغبار. ويمكن دي صورة خفيفة لهذا الكائن. أيوة. المتواجد معنا في المنزل باستمرار، وممكن يكون متواجد كمان في السيارة. كائن دقيق جدا لا يرى بالعين المجرده، ولكن بيعيش معنا باستمرار. طيب. في الاماكن المتربه. دكتور هاني، طب في مثل هذه بالنسبه بس خلينا يعني عشان بس نعطي نصائح معينه للناس، يعني في مثل هذه الاجواء وفي هذا الغبار، وخاصه انك انت بتقول انه حتى بيكون موجود معنا في البيت، ايش لازم الناس تسوي؟ اولا في احنا عشان نقي نفسنا، في عندنا غبار داخل المنزل وغبار خارج المنزل، وتغيرات مناخيه بتبقى برضه داخل المنزل وخارج المنزل. الفتره اللي احنا بنعيشها حاليا دلوقتي بتبقى موجوده اكتر خارج المنزل. اولا ننصح مريض الربو بانه يلتزم المنزل في هذه الاجواء المتربه، واذا لم يكن لابد له من نزول فانه يستطيع انه يلبس الكمامه او الماسك. في اثناء نزوله للسياره يجب ان هو يقفل النوافذ ويغلقها جيدا، ويحكم اغلاق النوافذ. يجب ان يكون في تهويه جيده عن طريق استخدام اجهزه التكييف او المكيفات، خصوصا ذات التقنيه اللي هي مرشحه الهواء او منقيه الهواء. وننبه برضو في حاجه، ان جهاز التكييف في حد ذاته اذا استخدم للتبريد مش للتنقيه بيعتبر من احد العوامل المحفزه لظهور مرض او نوبات الربو. في عندنا برضو ان احنا يجب ان المريض يكون عنده وعي بنفسه، ان هو دايما احنا في العيادات او في المستشفيات بنعلم مريض الربو بالذات انه في الاجواء المتربه لازم ان هو يقعد في المنزل، يقفل النوافذ، يشغل التكييف لتنقيه الهواء او لتغيير الهواء. يجب ان هو بيكون عنده نوع من انواع الاجهزه لمراقبه تطور النوبات، زي جهاز السكر بالظبط، جهاز بنسميه اللي هو قياس كفاءه الرئه القصوى. يمكن هذه صوره له. نعم. تمام. الجهاز ده بيستخدم المريض ممكن يستخدمه يوميا، بيدي للمريض فكرة عن هل هو في منطقة الأمان ولا هل هو في المنطقة الصفراء اللي محتاجة لتغيير، اللي هو يزور الطبيب لتغيير العلاج فورا، ولا هل هو في المنطقة الحمراء اللي هو خلاص هيطول نوبة الربو. باستخدامه خفيف جدا المريض بيكتم نفسه، بياخد نفس يكتمه في صدره على الآخر، ثم ينفخ في الجهاز،
ويسجل الرقم اللي بيظهر معاه وبيكرر المحاوله مرتين. الرقم ده اذا طلع من 80 ل 100% من كفاءه الرئه الموجوده على الجدول يبقى هو في امان تام من النوبات. لو طلع في المنطقه الصفراء اللي هي المنطقه الثانيه من 50 ل 80%، فهذا معناه انه يجب عليه فورا زياره الطبيب لمراجعه دوائه وزياده جرعات الدواء. او اذا طلع في المنطقه الحمراء فهو على وشك ظهور نوبه حالا، فيجب ان هو يذهب الى المستشفى او الى طبيب المراجع، ويمكن هذا هو الجهاز اللي موجود. طب دكتور اتفضل. يعني بالواقع يعني يمكن هون احنا عم نحكي عن سواء اللي كان مصاب او غير مصاب، وقديش مهم للتنين انه يقوا انفسهم او المصاب انه يعني ياخذ الاجراءات اللازمه. غير المصاب، هل هناك اعراض او بدايات او دلائل ممكن ان تظهر عليه حتى يعني يدرك ان كان على وشك الاصابه بالربو او لا؟ تمام. بالنسبه لمريض الربو في حد ذاته، نوبه الربو بتسبقها عاده سرعه في التنفس وضيق في الصدر وكتمه في الصدر او بيسمى كتشه الصدر او الفحمه، ثم بيتبعه كمان ازيز خصوصا في فتره الليل والصباح الباكر، وبيحس دايما باختناق، ثم الأزيز بيبقى واضح جدا معاه، وحتى هو بياخد العلاج ما بيحسش ان العلاج بيكفيه، ودي من احد الاعراض اللي بتخليه بسرعه يجري على الطبيب، الى جانب استعماله للاجهزه اللي هي المونيتورز او اجهزه المراقبه في البيت زي جهاز قياس كفاءه الرئه. اما بالنسبه للمريض اللي مش مصاب بالربو عامه، ان في ظل هذه الاجواء المتربه اللي احنا يمكن حتى بنشوفها على الشاشه دلوقتي، في حد ذاته اي جو متب بهذا الشكل بيسبب نوع من انواع الاختناق للجهاز التنفسي، او حاجه اسمها تهيج في الشعب الهوائيه، زياده استجابه الشعب الهوائيه للمؤثرات الخارجيه او تحسس، بيؤدي في صوره كتمه في الصدر وكحه جافه، لكن عاده دي بتذهب بمجرد ان احنا بنبعد عنها او بناخذ العلاج لفتره مؤقته. طيب دكتور هاني، نفترض انه في وسط هذا يعني في وسط هذا الجو في شخص جات له نوبه ربو وما كان عنده استعداد، ايش الشيء الضروري اللي يقوم بعمله؟ في اجهزه عندنا في الربو، بنقسم علاج الربو لادويه منقذه او ادويه اللي هي ادويه الريسكيو الانقاذ. الادويه دي بتمثل في جلسات البخار او اللزاز، وجلسات او البخاخ الفنتولين اللي هو بياخده المريض فورا، بياخدها على قد ما يقدر لحد ما يصل الى الطبيب او لحد ما يصل الى طوارئ المستشفى لمعالجه الربو. اما في حاله نوبه الربو منتهيه او خلاص مش موجوده، في ادويه ثانيه بنسميها الادويه المهدئه او الادويه المسيطره للربو، دي بتحتمل على اللي هي بمكوناتها الرئيسيه مضادات لالتهابات الشعب الهوائيه، او بتحتمل اللي هي الكورتيزون في صوره بخاخ، دي بتهدي الالتهابات الموجوده في الربو وبتسيطر عليه وبتضمن عدم ظهور نوبات اخرى في الفتره القادمه. طب الشخص المصاب بالربو دكتور ومضطر انه مثلا يخرج دوما الى الخارج في ظل وجود موجه غبار، بهيك حالات يعني النصيحه الطبيه بدايه هل هي ان تكون مثلا يلازم بيته في هذا اليوم؟ ولكن اذا كان مضطر او لابد من الخروج، هناك اجراءات طبيه ممكن ان يتبعها خلال وجوده في الخارج يعني؟ تمام. احنا قلنا ان الاول وافضل شيء ان هو يلزم البيت. نعم. فاذا كان لابد من نزوله فيلبس الكمام يلبس الكمام او الماسك. في وجوده في السياره يغلق النوافذ ويبقى في تهويه جيده مش تبريد للتكييف. ان هو يلزم علاجه فورا، هيبقى واخد معاه العلاج اللي هو بخاخات زي بخاخات الفنتولين بتاخدها معاه دي علشان تعالج النوبه لو ظهرت، الى جانب الالتزام بعلاجه تماما اللي هو وصفه له الطبيب في صوره بخاخات معينه بتاخذ صباحا ومساء، وادويه في صوره موانع الحساسيه، الى جانب ان هو الوقايه الاخرى، يلزم العلاج، يتجه فورا لطبيبه. القياس كفاءه الرئه في هذه الاوقات بالذات من العوامل المهمه جدا للحفاظ على عدم تطور مرض الربو. يعني الاولويه انه يلزم البيت، ان هو هيحط نفسه الاولويه بالنسبه للبيت، دي اول حاجه. لكن اذا اضطرت الظروف ان هو ينزل، ودي لابد في بعض الناس اللي هم ينزلوا علشان العمل وغيره، فزي ما قلنا الاجراءات الوقائيه بتاعتنا ان هو يلتزم بعلاجه بالجرعه اللي وصفها للطبيب، ياخذ معاه علاجات الانقاذ بتاعته في صوره البخاخات او اجهزه الرذاذ او البخار، يلتزم بغلق النوافذ، يلتزم بالبعد عن الاماكن المتربه، في حاله حدوث اعراض الربو في صوره سرعه في التنفس دي او كتمه في الصدر، يتجه فورا الى الطوارئ او الطبيب المعالج له.
أيوة. طب دكتور هاني، ماذا عن الأطفال؟ هل لهم مثلا احتياطات معينة لازم نأخذها للأطفال في مثل هذه الأجواء؟ احتياطات الأطفال هي زي احتياطات الكبار، لأن أيوة. مرض الرب بيصيب الكبار والصغار، ويمكن إن كان في الأطفال هو مرض يكون يختفي في سن دخول المدارس، وده يمكن خبر كويس جدا بالنسبة للأمهات، لأنهم دايما بيسألوا هذا السؤال، هل الطفل عنده ربو، هل هيدنوا على كده على طول؟ لا، احنا بنقول ان من 80 ل 90% من الاطفال المصابين بالربو عاده بيذهب المرض او يختفي عند دخول المدارس. بالنسبه للاطفال هي نفس الموضوع بالكبار، وان كنا في حرص اكتر لهم شويه لانهم عندهم القابليه للمحسسات الخارجيه اكثر بكثير من الكبار. دايما يلزموا البيت، اذا تم النزول يبقى في صورة كمامات موجوده وماسكات موجوده، في السياره يبقى دايما اغلاق النوافذ في البيت، عدم تعرضهم للاماكن المتربه خصوصا في البيت اللي هي اماكن تجمع الكتب واماكن تجمع الجرائد والاماكن، وعدم وجود سجاجيد خصوصا الياف البوليستر كمان في الغرف بتاعتهم، لان دي من الحاجات العوامل اللي بيبقى موجود فيها عس المنزل او سوسه الغبار والغبار في حد ذاته. يعني الأطفال عندما بتقول دكتور أنه خلال وجودهم أو دخولهم إلى المدارس بيتلاشى الربو عندهم، لكن شرط أنه يكون في علاج يعني مناسب ودقيق. احنا اتفقنا ان كده كده هيبقى في علاج. العلاج هيبقى في صوره علاج انقاذ، هيبقى دايما موجود على الطفل في صوره البخاخه. أيوة. معاه او في صوره جهاز البخار موجود عند في البيت متواجد، زائد العلاج اللي هو المسيطر للربو اللي هو نوع من انواع البخاخات خصوصا. نعم. بتتاخد. نعم. للاطفال بانواع اجهزه معينه صباحا او مساء، دي حاجه يبقى انا كده بأضمن للمريض انه ساعه ما تجي له النوبه بنقذه بالعلاج بتاعه، وفي نفس الوقت مسيطر على عدم ظهور نوبات ربو اخرى. لكن في ظل هذه. نعم. التغيرات الجويه اذا حصل تفاقم للربو يجب ان هو يتجه فورا للطبيب المعالج. لا. نعم. او للطوارئ، او انه يلزم المنزل اذا ما كانش. نعم. تطور عليه اعراض جديده.